فكرة ضغط الكلمة اللي انت قلتها من شوية، عايز اتكلم معاك على تفصيلة الضغط، ولكن ضغط مختلف حبتين. والسؤال ده موجه ليك بحكم خلفيتك الصحفية وبحكم يعني عملك فيها في الموقع الرياضي ده. بقينا في الفترة الأخيرة بنشوف وبنقرأ مانشيتات كفيلة بان هي تولع الدنيا، وكفيلة بان هي تكبر الأمور حتى لو ما كانش ده حجمها الحقيقي، وفي بعض الأحيان بتوصل لمرحلة انها بتعمل من الحبة قبة. فدي بتبقى تحابيش لزوم نسب القراءة ونسب المتابعة، ولا بتبقى رأي اللي كاتبها، ولا بتبقى مستقاة ومتاخدة بشكل سواء مباشر أو غير مباشر من الانطباع العام عند الكم الأكبر من الناس؟ يمكن الآراء شوية دلوقتي الناس بتتجه شوية لأن هي تبقى إكستريم في رأيها، يبقى فيه مبالغة، لأن زي ما أنت شايف ومتابع السوشيال ميديا، الناس الفيديوهات دلوقتي اللي فيها الرأي السبايسي زي ما بنقول كده، هو ده اللي بينتشر، هو ده اللي بيخلي صاحبها فبعض الأوقات يبقى متواجد بشكل مستمر في الإعلام ويظهر بشكل قوي. التواجد اللي هو متواجد بيه بشكل قوي ده يجي على حساب أعصاب لعيبة، ما بيفكرش كده. لا لا، هو ما بيفكرش كده، برضه بيفكر في جزء يخصه. يعني الاسلوب ده موجود في كل حته في العالم. هنا بيبقى في دور اكبر بقى على اللعيب والجهاز الفني، ان هم ازاي دايما يبقوا قافلين على نفسهم، ازاي اللعيب نفسه بخبراته وان هو المنتاليتي بتاعته دايما يبقى ان هو يركن الحاجات دي على جنب. موسيماني فعلا حريص ان هو دايما يعني يحافظ على الجزئيه دي مع اللعيبه. بالظبط. كابتن سيد حتى الفتره الاخيره فكره ان هو قافل على الفرقه بشكل كويس. صحيح. ليه؟ كل الحاجات دي مهمه، ان هي بتخلي اللعيبه مركزه في حاجه واحده بس اللي هي التدريب. اي لعيب او اي مدرب ذهنه بيشتت مع اللي هي التاثيرات اللي احنا بنقولها العوامل الخارجيه اللي هي بتبقى سلبيه، يعني في نقد بيبقى ايجابي للافضل، وفي نقد بيبقى لمجرد النقد او ان يبقى في اختلاف وخلاص. فطول ما انت مركز في تدريبك، طول ما انت مركز في ماتشاتك، طول ما انت زي امبارح كده بتخلص على طول الفرصه، في الفرصه ما بتديش مجال، هتلاقي اوتوماتيك التون نفسه بيختلف.